وقت للكلام ده. الشغل اللي جاي هو الأهم. لم مراتك وخلينا نفوق لشغلنا. عرفت أنا مصدرة خميس ليه؟ عشان راجل ملوش ملكة، قلبه تحت رجليه، مش بيرفرف بين ضلوعه زي جماعة. هات يا جماعة يا رب. يوما بقلبي لما مؤاخذة يعني يحمي راسي امزعه بايدي وارفصه برجلي. امال الموال ده جاب اخره يا باشا والمولد ده اتفضى يا باشا وخلص. تعبان تحورني وتدورني الجو خير كان في الشغل احسن. شوف يا خميس، انا قلتها لك قبل كده وهقولها لك تاني، انت من القليلين جدا اللي دخلوا دماغي، وانا شايف فيك بكره بتاع البلد دي. باشا انت شرف لينا ده، اتمنى نخدم بلدنا. وانا يعني بعمل ايه؟ ايه همي يعني؟ اعدل مزاج ولاد بلدي، اظبط دماغهم عشان يشتغلوا صح ويدوروا عجله انتاج مظبوطه. عندك حق يا خميس، ده معناه ان هيبقى فيه راحه بال. طبعا بالي يبقى مرتاح، الدماغ يبقى مظبوط. لو الدماغ مظبوط المزاج هيبقى موزون، ولو المزاج موزون الشغل كمان هيطلع موزون. وعد الله وعد الله، انت بتتكلم زي الحاجه بالظبط. اه والله زي الحكه. لا مش زيها زيها يعني، لا انت برضه انت لا يعني لا زيها. وانا حلو كده يا خميس. انت زي العسل يا باشا، دي امي يا باشا. انت مش عادي يعني؟ قول لي يا عم. انت عم السوق كله يا باشا. الخلاصه دي المصلحه، يا انا خلصتها وكملت على اللي عمله ولاد النور، مع اني والله مش حابب. المهم تبقى حابب يا خميس، المهم تخلص اللي بتعمله. خلي الحب ده لبعدين لحاجه انا عايشها لك. مش فاهم. ايه رايك في فريده بنتي؟ حته. هانم. حته هانم. نوح طلبها لابنه، ايه رايك؟ نوح طلبها لمين؟ براه. ده عيل عفش ولمه ومالوش في عادات الكبار ولا كلام الكبار. هو يعرف يقعد قعده زي القعده دي؟ انا رايي كده. لا 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 لا. شوف بقى يا خميس، الواد براء ده رغم انه شغال معانا انما تحس انه براني مش اصلي، واحنا صعايده ما نديش بناتنا لحد بره ابدا. وانا لو حبيت ازرع شجره لبنتي ازرع لها شجره جدرها واصل لسابع ارض، جدر اصلي. فهمت يا اصلي؟ المايه دي ساعة طول الوقت وانا معرفش. انا كده عملت معاك الصح يا باشا، يعني الحوار ده انا ماليش فيه وسيرتي ما تتجابش. حلمك علينا شويه بس يا سوريا، ما تبقيش كابسه علينا قوي كده. معلش يا باشا، انا ركبي بتخبط في بعضيها، الناس دي لو عرفت ما ترحمش، ممكن تذبحني. يا بنت لمي نفسك وكلمي عدل مع الباشا. معلش يا باشا، فك الكيس انتوا الاول. انت ايه، بلعت فلوس ما بتشبعيش؟ بص يا سوريا، المعلومات اللي انت بتقوليها دي لو طلعت صح ليكي عندي مكافاه ما تحلميش بيها. دي بضاعه بمئات الالوف يا باشا، يعني يا ريت ينوبنا من الحب جانب، واكيد انا مش اغنى من الحكومه. انت واثقه من المعلومه دي ولا؟ عيب يا باشا، سوريا ما تقول كلام بيبقى هو التمام، وانا بت ب 100 راجل وانا جايبه لك الاوكي. المهم المكافاه دي قد ايه؟ يا بت لمي نفسك. استنى بس شويه يا باشا وانا هشوفك. خليني تشوفي مين يا بت؟ عاجبك كده يا باشا؟ دي تبقى ليله القدر اتفتحت لك يا فندينا. انت مستقلبه بابنك ولا ايه يا امه؟ معاش اللي يقول كده، انا قصدي اقول ان جوازه زي دي في مصلحتنا، خصوصا وانت لسه ما نفضتش تراب السجن من على جتتك، ولما سبتنا بقينا في النازل، وجوازه زي دي هتفتح في وشنا الابواب ونقب من على وش الدنيا. انا يا فندينا يا امه
وكانت الدنيا ادتني ظهرها حبتين فمسيرها تروق وتحلى وتدينا وشها وتضحك من تاني. ما هي بتضحك لينا بس انت اللي مغفلاها قوي. دي سكه مش لازماني. واللي تلزمك الرقاصه اللي واكل عقلك. رقصتي؟ انت فاكرني نايمه على وداني ولا عاجزه بصحيح؟ انا من الكرسي ده بدور الدنيا بحالها. خلاص يا حاجه ملوش لزوم الكلام ده. بس يلزمنا انا يا روح امك. مش افندينا اللي يقع في بيتي زي دي ويتجوزها. واذا كانت لازماك قوي ارمي لها قرشين اخر الليل زيها زي غيرها وزيك زي غيرك. بزياده بقى يما. بزيادتك انت، انت اللي لازم لك جفله. خلاص الجفله بقت بضبه مفتاح والحكايه جابت اخرها. يبقى تتجوزها بعد ما تخلص المصلحه والقرشين اللي هيطلعوا منها يخلوك تخش عليهم بقلب جامد وراسك مرفوع لفوق. ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك ويبعد عنك ولاد الحرام. الله أكبر الله أكبر. هي دي الخطة يا فندم. لازم تتأكد من المعلومات اللي جات لك كويس قوي يا ياسر. هو ده اللي حصل بالظبط يا فندم، وأجري البحث والتحري، بس عنصر السرعة هو اللي هيحقق لنا المفاجأة. ده اللي احنا محتاجينه يا فندم. الخطة اللي انت عاملها مش بطالة يا ياسر. يعني نبدأ يا فندم؟ إذن النيابة جاهز، ربنا معاك. تمام يا فندم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم صدق الله العظيم. مساء الخير يا فندينا. ايه؟ بتقول ايه؟ انت مين قالك الكلام ده؟ اوعى لك كل الكلام ده تهييس. جدع يالا. طب سكة انت دلوقتي. هحلي لك بقك يالا. اهو كده الكلام يحلو. كلام ايه ده اللي هيحلو يا براء؟ هتفرحي قريب قوي 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 يا مطر. هفرح بايه؟ هو انت ناوي على ايه؟ بقولك ايه؟ سيبك بقى وفكك من ام شريط السبب ده. ما تريحني بقى وتقولي بتعلقني ليه؟ يا بنت ريحي انت شويه، هقولك بعدين. طب ما تقولي دلوقتي، تقولي بعدين ليه؟ بقولك ايه؟ سكه انت عشان انا عايز ابويا دلوقتي. ما تقولي بقى وتريحني. علي. ابن الميت لحربته. سعيكم مشكورة يا سعادة البيه. يلا يا رجال بعد إذنك يا بيه، بعد إذنك يا بيه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله.